Bonjour, ça va, Yakif. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre d'ondes électromagnétiques, troisième partie. On va parler, on va faire un petit rappel. On a déjà défini l'onde électromagnétique, que c'est une onde formée d'un ensemble de champs électriques et champs magnétiques. Elle se propage dans un milieu matériel et dans le vide. On va donner un petit exemple, onde radio. Infrarouge, micro-ondes, ondes visibles, ultraviolets, rayons X, rayons gamma. Les caractéristiques de l'onde électromagnétique, c'est la fréquence, la longueur d'onde. L'onde électromagnétique présente une gamme de fréquences, un très grand nombre de fréquences, la longueur d'onde et la vitesse. On a parlé comment on peut savoir comment se propager l'onde électromagnétique ou les perturbations électriques en faisant une petite expérience. Ou maintenant on compte comment on le doit bien l'expérience de la radio avec le petite pile. On a donné des autres exemples. On a parlé du spectre d'ondes électromagnétiques. On a dit qu'on peut classer les fréquences de l'onde électromagnétique suivant un spectre et on peut classer les longueurs d'onde de l'onde électromagnétique suivant un spectre. يعني انا قلت ديك المره انه انا عندي سبكتر فيني صفهم للاوند الكترومغنيتيك يا اما حسب الفريكونس يا اما حسب اللونغور دوند لورسكو لا ديستريبيسيون اي سولون لي فريكونس اون بو سافوار دابري سو سبكتر لا بلو بتيت فريكونس اي لا فريكونس دو لوند راديو و لا تري غراند فريكونس اي سيل دو غاما entre les deux, il y a plusieurs ondes électromagnétiques. Même bien entendu, l'onde visible. Elle est affaire à nous. Les hommes n'ont pas de fréquence. Par exemple, l'onde visible, elle est entre 3,75 et 7,5 fois 10 puissance 14. On a classé les ondes par ordre croissante. La plus petite est l'onde radio. Après, micro-ondes. Plus grande, infrarouge. Plus grande, onde visible. Plus grande, puis ultraviolet, rayon X, rayon gamma. Maintenant, les deux les trois nous font tout en étirement. Aujourd'hui. On va savoir la distribution de l'onde électromagnétique suivant la longueur d'onde. أول شغلة اللي هي هذيك المرة إنه أنا مثل ما هون كنت عم طلع الفريكونسات نحن هيدي الفريكونس دو لوندر فيزيبل F1 إيغال 3,75 فوا 10 بوسونس 14 و 7,5 فوا 10 بوسونس 14 شغلتي هلا لحتى أقدر صفهم حسب اللونجور دوند إني شو آخذ المرجع تبعي ومن خلاله صفهم مين اتفقنا هو المرجع تبعي؟ اتفقنا هو الأوند فيزيبل يعني أنا مثل ما هون طلعت الفريكونس تاعت الأوند فيزيبل بالأول ومن خلالهم صفات الباقيين يعني قلنا اللي تحت 3,75 فوا 10 بوسونس 14 هدول الثلاثة واللي فوق 7,5 هدول الثلاثة يعني نحن من المرجع اللي أخذناه هي الأوند فيزيبل ومن خلالها شفنا الباس فريكونس والهوت فريكونس نفس الشيء هلا بدنا نعمل باللونجور دوند بدي طلع اللونجور دوند تاعت الأوند فيزيبل يعني لازم يكون عندي رقمين اللونجور دوند هذا الأوند فيزيبل لازم يكون هون في لامدا 1 هون في لامدا 2 يعني على طول الاوند فيزيبل هي بين اثنين اصغر شيء واكبر شيء يعني انا شغلتي هلا شوف اصغر لونغور دوند للاوند فيزيبل واكبر لونغور دوند للاوند فيزيبل اتفقنا هذيك المره تكون ياك دوفوار كيف بدي اطلع لونغور دوند لامدا 1 ولامدا 2 شو عملنا مسكنا الاف 1 اللي هي شو بتساوي 3,75 × 10^14 مسكناها دابري لا ريغل نحن بنعرف انه في راجل شو بتقلنا لامدا ايجال في سور اف انا بدي لامدا مع الفيتاس توجور الفيتاس على طول تاعت اللوميير دون لو فيد هي 3 فوا 10 بويسونس 8 ومع الفريكونس اول فريكونس شو هي ليكي 3,75 فوا 10 بويسونس 14 طبقت القاعده في ايجال لامدا فوا اف يعني لامدا ايجال في سور اف كيف طلعت 3 فوا 10 بويسونس 8 سور 3,75 فوا 10 بويسونس 14 حيطلع معي 0, هالقد متر انا توجور انتو بدو فوار طلعتو ليها بالمتر ودايما كنت قلكن احرصوا انكم تطلعوها بالنانو متر تحويلة من المتر للنانو متر هي فوا 10 بويسونس 9 لما بضربها ب 10 بويسونس 9 بتكون 800 نانو متر يلا هيدي طلعنا منكم بهالحالة اللامدا 1 تاعت اول جنب من الاوند فيزيبل فضل علي الجنب الثاني من الاوند فيزيبل يعني لامدا 2 من وين بدي طلعها بدي طلعها من الفريكونس اف 2 شو بعمل نفس القاعده شو بقول هيدي الريمارك حطوها هون على جنب التحويله تجور من المتر للنانومتر هي فوا 10 بويسونس 9 مثل مثلا من المتر للمليمتر فوا 10 بويسونس 3
هون في دي بويسونس 9 هيدي لازم نحفظها لانه على طول نحن اللامدا بدنا نشتغل عليها من نانومتر. طيب هلا اف 2 باخد الفريكونس الثانيه 7.5 في دي بويسونس 14 منها شو بدي طلع؟ بدي طلع اللامدا 2 للي هي بتساوي في سور اف 2 يعني 3 في دي بويسونس 8 سور 7.5 في دي بويسونس 14 حيطلع معي هيدا هو الجواب بالمتر. برجع فورا انا دائما بفضل حوله للنانومتر. لا تسالوا ليش بدنا نحوله للنانومتر، انا دائما بفضل تحولوها للنانومتر اهين علينا لما بدنا نصف اللونغور دونت سويفون لو سبيكتر. شو حتطلع معنا؟ حتطلع معنا 400 نانومتر. شو بكون عملت انا هلا؟ شو بكون عملت؟ بكون اول شغله عملتها اني انا اخذت اول فريكونس بتاعت الاوند فيزيبل، اصغر فريكونس للاوند فيزيبل واكبر فريكونس للاوند فيزيبل، يعني بين كذا وكذا. هيدا اول واحد اصغر شيء وهيدا اكبر شيء. طيب اخذته من خلاله طلعت اللامدا من قاعده لامدا ايجال في سور اف، هيدا الترينجل. رجعت الفالور الثاني تاع الفريكونس اخذته طلعت في مين؟ طلعت في لامدا 2، حطيت الفالور تاع الفريكونس بقيمته طلع معي لامدا 2 400 نانومتر وفوق طلع معي 800 نانومتر. فاذا ك لامدا قبل ما لاحظ ملاحظة صغيرة، طلعوا كيف حيكون معنا قبل ما اكتب لكم هيدي الريمارك. فاذا شو استنتجت؟ الاوند فيزيبل هي هيدي اللامدا للاوند فيزيبل هي بين 400 نانومتر و 800 نانومتر. خلينا نتذكر قبل الفريكونس للاوند فيزيبل هي بين 3.75 في 10 بويسونس 14 وبين 7.5 في 10 بويسونس 14. في كتير ممكن عم ينسى يحط 10 بويسونس 14، هيدا شيء منو مقبول. فاذا الفريكونس للاوند فيزيبل هي كف فريكونس، يعني اذا بدي اخذ بعين الاعتبار بدي صفهم حسب الفريكونس، الفريكونس للاوند فيزيبل بين هالرقم وهالرقم. من خلاله شو طلعت؟ من خلال كل رقم طلعت اللامدا. شو صار معي؟ صار معي اللامدا للاوند فيزيبل هي بين 400 نانومتر و 800 نانومتر. ليكو السبكتر الجديد، ليكو هون شو حاطه انا؟ سويفون لامدا، والانيتي شو هي؟ نانومتر. فيني حطها بالمتر بس بدها تكون معقده شوي. فاذا اللامدا هيدا سبكتر سويفون لامدا عم صفهم بالصف حسب اللامدا. باخد من المرجع الاوند فيزيبل بين شو شو؟ بين ال 400 نانومتر وال 800 نانومتر. هيدا السبكتر تاع الاوند تاع الاوند الكترومغنيتيك حسب اللامدا. تعالوا نرجع شوي لنشوف السبكتر حسب الفريكونس مشان نتذكره. هيدا السبكتر حسب الفريكونس، ليكو هون هيدي فريكونس يونيتي هرتز، الفيزيبل اللي هي المرجع تبعي بين 3.75 في 10 بويسونس 14 و 7.5 في 10 بويسونس 14. طلعوا لي بالسبكتر القديم، الصغار اللي عندهم فريكونس صغيره هني انفراروج ميكرو اوند اوند راديو، اللي عندهم فريكونس كبيره الترا فيولي ريون اكس ريون جاما. هلا عن جديد شو صار عندي؟ صار عندي بالسبكتر الجديد للي عندهم فريكونس عاليه صار عندهم لامدا صغيره. لكو كيف انقلب السبكتر؟ صار عندي هون هون الجاما، هون الريون اكس، هون الالترا فيولي، هون الانفراروج، هون الميكرو اوند، هون الاوند راديو. ليش انقلب معي السبكتر؟ طلعوا لي بهالريمارك. لورسكو لا لونغور دونت او توجور كماتماتيك لونغور دونت والفريكونس هني توجور انفيرسمون بروبورسيونيل. شو يعني بالمات انفيرسمون بروبورسيونيل؟ يعني عكس بعضهم. يعني اذا الفريكونس كبرت لامدا بتصغر، اذا الفريكونس صغرت لامدا بتكبر. شو الدليل عندي؟ ليكو القاعده لامدا ايجال في سور اف، اللامدا من فوق والاف من تحت، فهني عكس بعضهم، وحده من فوق وحده من تحت. يعني اذا اللامدا كبرت الفريكونس بتصغر، اذا اللامدا صغرت الفريكونس بتكبر. دائما بيشتغلوا عكس بعضهم، فاذا هني انفيرسمون بروبورسيونيل عكس بعضهم. يعني لورسكو لا فريكونس اوغمونت لامدا ديمينو، لورسكو لا فريكونس ديمينو لامدا اوغمونت. طب تعالوا نشوف بالسبكتر تبع الفريكونس مين اصغر شيء كان؟ اوند راديو. كفريكونس اصغر شيء هي الاوند راديو. طب تعالوا نطبق القاعده عليه لنشوف بالفريكونس. هيدا السبكتر تاع الفريكونس كان عندي اصغر شيء هو الراديو، صح؟ طب كلامدا ما اتفقنا اني انفيرسمون بروبورسيونال على بعض؟ فاذا كلامدا اصغر شيء بطل الراديو، صار اكبر شيء هو الراديو. مين كان اكبر شيء بالفريكونس؟ الجاما. باللامدا بما انه هني عكس بعضهم، الكبير هون بيكون صغير هون والصغير هون بيكون الكبير هون. باللامدا مين اصغر شيء اكبر شيء بالفريكونس؟ جاما.
اصغر شيء صارت باللامدا هي الجاما، ليكو هون بالسبكتر تاع الفريكونس الكبير اللي عنده فريكونس كبيره هو اللامدا، هو الجاما. لما بحكي عن لامدا صار هيدا عنده لامدا صغيره، الاوند راديو كانت صغيره بالفريكونس صارت الكبيره باللامدا، فطلعوا السبكتر كيف صار معي. هيدا الاوند فيزيبل، الصغار بالفريكونس صاروا هون كبار، الترافيولي ريون اكس ريون جاما، عفوا الصغار بالفريكونس صاروا هون الكبار. يعني شو كان معي الصغار بالفريكونس؟ اوند راديو، ميكرو اوند، انفراروج، صاروا باللامدا هني الكبار، عنده اللامدا كبيره انفراروج، ليكو صارت بعد الفيزيبل ميكرو اوند اوند راديو، ليكو الاوند راديو كانت هونيك صغيره صارت هون الكبيره. الكبار بالفريكونس صاروا صغار، الترافيولي ريون اكس ريون جاما، مين كان الجاما بالفريكونس؟ كانت هي الكبيره، صارت هون اصغر شيء باللامدا. شفتوا كيف انقلبت معي المعايير؟ فاذا بالسبكتر تاع الفريكونس كل شيء كان كبير بيصير صغير باللامدا، كل شيء كان صغير بالفريكونس بيصير الكبير باللامدا، لانه اللامدا والفريكونس هني انفيرسمون بروبورسيونيل على بعض. كيف صار معي صفون؟ هون الاوند فيزيبل اكبر منا انفراروج، اكبر ميكرو اوند، اكبر شيء اوند راديو، لامدا بلو جروند هي تاعت الاوند راديو. هيدي الاوند فيزيبل الاصغر منا الترا فيوري، الاصغر ريون اكس، اصغر شيء هي الجاما. فاذا هدول عكس اللي كانوا بالسبكتر تاع الفريكونس. هيدا هو الديستريبيوشن دي زوند الكترومغنيتيك سويفون لا لونغور دوند. المفروض عليكم تعرفوا تميزوا بين السبكتر تاع الفريكونس والسبكتر تبع اللونغور دوند. طيب انا هلا ببعث لكم ديفوار عن هيدا الموضوع، بس خلينا نبلش سويت لا شابيتر هو سبكتر فيزيبل. ليكو انا عندي سبكتر الكترومغنيتيك بصف كل الاوند الكترومغنيتيك، بس بما انه اللوميير يعني الاوند فيزيبل هي شاذة بيناتهم، شو الشواذ اللي فيها؟ انه هي بتبين تنشاف والباقيين كلهم ما بينشافوا. يعني هون قبل طلعوا الاوند فيزيبل هي الوحيده اللي انا حفظت اللامدا تاعها والفريكونس تاعها، هي الوحيده بتنشاف والباقيين كلهم هني انفيزيبل. مشان هيك مسكنا، طلعوا شو حعمل، مسكت الاوند فيزيبل بدي كرمها لحالها واعمل لها سبكتر خصوصي لألا. هيدا كلياته اللي هون اسمه سبكتر الكترومغنيتيك، بيصف الاوند الكترومغنيتيك كلهم. بس بما انه الاوند فيزيبل مميزه عنهم لانه هي فيزيبل بتبين، فانا مسكت الاوند فيزيبل وبدي اعمل لها سبكتر صغير لحالها. هالسبكتر الصغير سميته سبكتر فيزيبل، يعني خاص للاوند فيزيبل. فاذا كم سبكتر صار عندي؟ عندي سبكتر الكترومغنيتيك، سبكتر سويفون لا فريكونس دو توت لي زوند الكترومغنيتيك، سبكتر سويفون لا لونغور دوند دو توت لي زوند الكترومغنيتيك، وهلا بس السبكتر فيزيبل خصصته لحاله. ليش خصصته؟ لانه الاوند لومينوز هي فيزيبل، هذا اول شرط. ليه بتهمني؟ لانه هي بيناتهم الوحيده فيزيبل بتبين. ثاني شغله الاوند لومينوز، هل سبكتر فيزيبل في شيء منها طلعوا فيني؟ فاذا هلا شو هدفي؟ هدفي لانه الاوند فيزيبل مميزه بدي اعمل لها سبكتر خصوصي لها، سميته سبكتر فيزيبل. طب تعالوا نشوف هالاوند فيزيبل بتنقسم قسمين، قسمين. اول قسم لوميير بوليكروماتيك، عندي ضوء نوعه بوليكروماتيك وعندي ضوء نوعه مونوكروماتيك. منين جايه كلمه بولي؟ يعني كذا، مونو شغله واحده. طيب شو حاعمل انا هلا؟ انا هلا ححكيكم عن اللوميير مونوكروماتيك. فاذا انا من السبكترا دوند الكترومغنيتيك اللي فيه الترا فيولي وانفراروج واوند راديو خدت الاوند فيزيبل بدي احكي عنها لحالها. اوند فيزيبل يعني لوميير، اوند فيزيبل يعني مين؟ لوميير. هاللوميير في منها شيء اسمه مونوكروماتيك وفي شيء اسمه بوليكروماتيك. انا اليوم حاتعرف بس عن اللوميير مونوكروماتيك. شكل اللوميير مونوكروماتيك هي عبارة عن لوميير متألفة من لون واحد، ضوء منو ألوان، صح؟ طيب المونوكروماتيك انفورمي دون سول كولور، ايه كولور واحد. شو يعني كولور واحد؟ يعني فريكونس واحدة، يعني لونغور دوند واحدة. مثل مين؟ مثل الليزر. الليزر لما انتو بتضووه بتجيبوا ليزر تقولوا لونه احمر بيطلع عنكم كذا لون؟ لا، الليزر بيطلع لون واحد. Example laser est formé d'une seule couleur rouge. ليزر ما على طول لونه أحمر. est formé d'une seule couleur. لأنه الليزر في لون واحد فبسميه lumière monochromatique. الضوء اللي بيطلع من الليزر هو lumière monochromatique.
لانه ان سول كولور. صرنا نعرف من اليوم ورايح شو يعني كولور واحد، يعني فريكونس واحده، يعني لونغور دوند واحد. صح، هيدا هو الليزر. الليزر اذا ضويتوه روج ما بيطلع روج اكيد. طب انا كيف بدي اعرف انه في لون واحد؟ بدي صدق. جبت بريس مثل ازازه او مثل كريستال بيعلقوها بالتريات لقدام، ضويت ضو ليزر عليها لقيت طلع منها ليزر روج، ضويت روج طلع روج. مجرد ما ضويت الضوء بقلب هالبريزم هالكريستالي، هي شو اسمها؟ اسمها بريزم. هيدا بستعمله لشوف كم كولور بيطلع عندي، لانه انا بالالوان ما بقدر اشوفها كلها بعيني المجرده، ما بقدر ميزها. فجبت هيدا هالبريزم بيقدر يميز لي الالوان. فضويت ضوء ليزر بالاحمر طلع منه احمر، فاذا لون طلع هو ذاته. فاذا ليزر فورمي دون سول كولور. فاذا اول شغله عندي شيء اسمه لوميير. لوميير يعني اون فيزيبل، هي متقسمه يا مونوكروماتيك يا بوليكروماتيك. مونوكروماتيك فورمي دون سول كولور، لون واحد. شو يعني اون سول كولور؟ يعني اون سول فريكونس اون سول لاندا. اكزامبل ليزر فورمي دون سول كولور. كيف بصدق هالخبريه؟ بجيب بريزم ضوي ليزر بيطلع نفس اللون. فاذا البريزم هو الليزر هو عبارة عن لوميير مونوكروماتيك، وأنا فحصته من خلال البريزم. للي شو شغلته البريزم؟ permet de savoir que le laser possède une seule couleur. هيدي هي لوميير مونوكروماتيك. اليوم شابيترنا المفروض يكون كتير سهل، ولازم تعيدوا الفيديو كذا مرة مثل ما اتفقنا، وحتلاقوه عن جد كتير هين. والمرة الجاية حأحكي عن اللوميير بوليكروماتيك إذا الله راد. ميرسي بو.